السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ألتقي في هذا الجمع المبارك الكريم نحتفل بذكرى ميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مولده صلى الله عليه وسلم كان نعمة علينا جميعا، فوجب علينا أن نذكر هذه النعمة. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة ألف الله، نعمة ألف الله بها القلوب، نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحتم بنعمته إخوانا متحابين متعاونين. فبسببه صلى الله عليه وسلم عرفنا الله تعالى، وبسببه وصلتنا كلمات الله تعالى، وبسببه تعلمنا أحكام الله تعالى. فوجب علينا أن نفرح به، نفرح بقدومه. وفي الحقيقة الأمر نحن نحتفل بدين الإسلام أيها الأحبة، هذا الدين الذي خصنا به الله تعالى. نحن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصه أو لذاته، وإنما للهداية التي وصلتنا معه إلينا، وللرسالة التي بلغها لنا من الله. فالله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يلهمنا هذا الدين دون واسطة، لكن اختار سيد الأولين والآخرين لخصوصية فيه ومزية يقول فيها سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، فهو رحمة للعالمين، لطيف بعباده، رحيم بعباده. فوجب علينا أيها الأحبة أن نفرح بقدومه، والفرح مشروع. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وطرق الفرح المشروعة متعددة وكثيرة أيها الأحبة. فقد كان سلفنا الصالح يفرحون بميلاده صلى الله عليه وسلم، يوزعون الحلوى على الأطفال ويقولون لهم: هذه حلوى ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقومون بتقديم لهم على حسب قدرهم شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه وشمائله. فلذلك نحن أيها الأحبة نفرح بقدومه صلى الله عليه وسلم. فمنذ حلول شهر ربيع الأنوار ونحن نقرأ قصائد في مدحه وخلقه وسيرته، وكذلك وددنا هذا العام أن نشارك أبناءنا الطلبة في مسابقة في حفظ الحديث النبوي 40 النووية، وقد اجتهدوا وبينوا، فما كان منا إلا أن نثمن مجهوداتهم ونكرمهم في هذا الحفل المبارك. ودون إطالة نشرع في تكريم الطلبة وننادي على أول طالب وأصغر طالب عندنا في المدرسة، محل إياد. نحن في حضرة الرسول جلوس
خطره ويسدد خطره. ومن وراء هذا الطالب هناك أب وأم، هناك أب وأم من وراء هذا الطالب. الأبناء أيها الأحبة لابد لهم من دليل، دليلهم هو أبوهم وأمهم أيها الأحبة، هم الذين يسهرون على تعليمهم وعلى إرشادهم إلى الطريق المستقيم. ينادي إلى ثاني طالب مفتي محمد حافظ. مرحوم عمار. المرات شوية